اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده داوود باشا. ليه سموه داوود باشا؟ لان هي اكله البشوات واحنا البشوات. هنعمل داوود باشا النهارده بطريقه بسيطه وسهله، ولكن هنعمله بالوايت صوص بالصلصه البيضه، بدل ما هو بيتعمل بالطماطم هتتعمل بالصلصه البيضه اللي هي عباره عن نشا وحليب وسكر او دقيق، اللي هي البشاميل الخفيف بس هياخد الطعم والفليفر بتاع الوايت صوص. هنعمل المافن بالخضار. مافن بالخضار يعني هيبقى فيه بروتين، عندنا السوسيز اللي هو الهوت دوج الاطفال بيحبوه، وعايزين نحبب الاولاد في تشكيله خضار لطيفه من خير ارضنا، اذا كان كوسه ولا جزر ولا انواع خضره هم حابينها. ممكن نضيف سبانخ زي ما احنا حابين. عدل الأكلة داود باشا رز بالشعرية، أنا بحب الرز بالشعرية دايما مع كفتة داود باشا بتبقى لطيفة وجميلة. في تفاصيل في الحلقة كتير النهاردة، ولكن تقدري بأقل تكلفة ممكنة تعملي مطبخ بطعم تاني وبشكل تاني وفي نفس الوقت قيمة غذائية عالية جدا. أنا مش عايز أطول حضراتكم لأن عندي تفاصيل وعندي معلومة غير معلومة، فحضراتكم الحلقة مهمة جدا وبسيطة وسهلة وبتناسب كل الأعمار. تعالوا شوفوا مع بعض مقادير داود باشا. المقادير على الشاشة. لحمه مفرومه معانا، بصل وتوم، كل المقادير دي معانا زي الفل. تعالوا شوفوا ازاي نعمل داوود باشا بالوايت صوص. المقادير على الشاشه، صورها بالتليفون او اكتبيها ورايا سريعا. لحم مفروم وبصل وتوم، عندك مكسرات حطي زي ما انت حابه، ولكن طبعا اخواننا الشوام اكل داوود باشا دي مشهوره في المطبخ الشامي، دايما بتاخد صنوبر. هتيجي على الصنوبر هنلاقيه سعره غالي، ما عندناش مشكله ممكن نستبدله بشويه لوز حلوين. هناخد اللحمه المفرومه بتاعتنا الجميله، اللهم صل على النبي، هنحطها كده تقريبا في المقدار يعني كيلو لحم مفروم، نص كيلو حسب عدد افراد الاسره. حلو، بنحط البصل مع اللحم المفروم، بصل مفروم ناعم بالشكل ده كده، شويه توم. فين التوم؟ توم طازه لازم، هو ده هنا، ده لازم توم. داود باشا من غير التوم ما يبقاش له طعم. ده توم طازه وبعيد عن الباودر في الاكله دي، الاكله دي لازم يكون كل حاجه فيها طازه. شويه بقدونس حلوين، حلو الكلام، كل دول يا عم الشيف يتقلبوا مع بعض، اللهم صل على النبي. يلا ممكن كمان نضيف شوية برغل إذا أنتم حابين. العجينة اللي بيبقى داخلها برغل بتبقى لطيفة وجميلة. صلى على النبي، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ بص على الاختراع اللي في قلب الكبه، داوود باشا. حلو قوي. ليه انا حطيت معلقه برغل مغسوله وزي الفل؟ داوود باشا مع اللحمه المفرومه بالذات وخاصه لو دسمه، بتلاقيها لما نعملها كفته داوود باشا يتخس مننا، يتفك مننا في قلب الوايت صوص او الريد صوص اللي هي صلصه طماطم. حلو، فخلونا طبعا ايه نقلبها كلها مع بعضها كده، وناخد بعدين نطلع فاصل صغير ونرجع لتفاصيل صغيره لعمل داوود باشا العدل بتاعه رز بالشعريه. او هتروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. قاعد بعمل داوود باشا، جه على بالي ايه المشكله لما اكبرها شويه، لان هعملها بالوايت صوص، وفرصة لطيفة يبقى الأولاد لو أخدوا واحدة مع شوية رز بالشعرية أخد القيمة المطلوبة من البروتين بتاعه مع رز بالشعرية. فإحنا معانا الشوية دول، عملت في الفاصل التشكيلة دي 2 4 6 8 10. حلو قوي. تعالوا نشوف مع بعض إزاي هنعمل داوود باشا بطريقة جديدة النهاردة مع الوايت صوص. معايا طاسة بتسخن على النار،
شديدة الحرارة، بسيبها تسخن كده براحتها، بحط فيها شوية زيت واخليها على جنب. عدل الأكلة بتاعتي الجميلة الحلوة دي عم الشيف شوية رز بالشعرية. حلو الكلام؟ هعمل إيه؟ تعال شوفوا داوود باشا. داوود باشا أكلة البشوات، طاسة على النار، ببدأ أحط داوود باشا كده يتحمر. جاي على بالي أعمله مع الوايت صوص شوية بشاميل، ولكن الرز بالشعرية هنا عدل الأكلة بتاعتي. إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ إيه الجمال ده؟ آه الله. وأسيبه في الفرن يا عم الشيف، قصدي في الجريلا كده. الله، هو ده. ورقتين خضرة حلوين كده بيترموا في قلب الصينية. أنا بحب الجو ده على فكرة، يعني بيدي ايه حاجة كده بهجة وسعادة. مع داوود باشا. كمان مخرجنا الجميل بيحب الصورة الحلوة دي كده. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل الوايت صوص بتاع مستر داوود باشا. الله، ايه الحلاوة دي. داوود باشا، هنعمل الوايت صوص مع بعض سريعا. طاسة على النار. طبعا ده مختلف غير البشاميل. بنحط في الطاسه دي مكعبين من الزبده وشويه زيت صغيرين. مع تحمير بصله. مع فص ثوم. دي طبخه بقى. الله، مكعبين زبده حلوين كده. ومعلقتين الدقيق بتوع الحلوين. حلو قوي. على فكره لو الاولاد بيحبوا الجبنه ممكن نحط عليها جبنه حسب الرغبه. هنقلب الدقيق ده كده بالشكل ده كده اهو. طريقه جديده لعمل داوود باشا. لحم ضاني او كندوس حسب الرغبه. بصلايه ناعمه في قلب الوايت صوص بتاعي. فص توم ناعم في قلب الوايت صوص بتاعي. لازم نطعمه كده ونقلب بالشكل ده كده اهو. هنا كمية الحليب بتاعتنا للوايت صوص، التقليبة الحلوة دي كده. طبعا كل ما بتعرض لدرجة الحرارة كل ما بيدينا القوام اللي احنا عايزينه. التقليبة السريعة. بنزود شوية مية أو شوية شوربة حسب الرغبة ونقلب كده. إيه الأخبار هنا؟ ما تيجي نقلب داوود باشا مع بعض. أنا عارف إنك بتحب الصورة الحلوة مخرجنا الجميل. إيه الحلاوة دي؟ يا راجل يا طيب، صلي على الحبيب. الله، شفت الحلاوة دي؟ على فكرة تقدر تعملي الكمية اللي انت حباها وتخليها عندك في التلاجة تستخدميها وقت ما انت حابة. يعني دي من التجهيزات اللي ممكن تحضريها وتجهزيها. بالشكل ده كده. اخبار البشاميل بتاعي او الوايت صوص. درجة حرارة على النار، تقليبة سريعة. خلينا نشوف المافن بتاعنا نغرفه مع بعض واحنا واقفين كده. كل حاجة على النار زي ما انا شغال كده بنفس المدرسه. نشوف اخبار الوايت صوص بتاعنا ايه. هو جاهز اهوت. الله، البهارات بتاعتنا يا عم الشيف، شويه بابريكا حلوين، شويه الفلفل التمام، شويه الملح الحلوين. ده كله على الوايت صوص. شويه الزعتر، التقليبه الحلوه دي كده. ننزل بالوايت صوص على داوود باشا. الله، هو ده. بص على الحلاوه. هو ده. الله، هو ده.
على فكره حابين جبنه نحط جبنه، بس انا بصراحه عايز اقدمها كده. حاجه لطيفه وجميله، وما نكترش نخلي شخصيه اللحمه باينه كده قدام عينينا. الف هنا وشفا. يلا، درجه حراره الفرن عندي 180، بدخلها الفرن. اللهم صل على النبي. لا انا عايز ادخلها الفرن تاخد وش مع الوايت صوص بتاعنا الجميل. ايه رايك؟ قول لي حابب ندخلها الفرن، مش حابب زي ما انت عايز. ممكن ناكلها، ناكلها عادي. بس انا بصراحه عايزها تخش الفرن تاخد ايه وش. شايف انت داود باشا عايم ازاي في الوايت صوص؟ شايف الجمال؟ شايف التفاصيل؟ يلا مع بعض. اللهم صل على النبي. يلا هو ده. دايما البشاميليات والوايت صوص بتحب دايما الفرن. طيب نقفل الفرن بتاعنا. هناخد داود باشا اللي في الفرن نطلعه. مخرجنا عايز يبص عليه ويشوف الشقاوه ويشوف الحلاوه. اللهم صل على النبي. يلا عينك الحلوه. بقدونس ناعم مفروم بيتحط على الوش كده لطيف وجميل. الله، لا اكله تستاهل. شويه رز بالشعريه، ناخد من الوايت صوص ده كده وننزل على الرز بالشعريه بالف هنا وشفا. حلو. حلقتي فيها تفاصيل النهارده غير مكلفه. عملت داوود باشا بشكل جديد وقدمته بطعم تاني. التفاصيل الصغيره، عملت مافن بالخضار مع الهوت دوج او السوسيز. ممكن تستبدلي الهوت دوج والسوسيز بلحمه مفرومه او دجاج مفروم. عملت شويه رز بالشعريه جامدين جدا باللون اللي انا بحبه واللي عاجبني، القرن الفلفل السبايسي ده هيفتح الشهيه. تفاصيل صغيره ولكن المعنى والطعم جديد. مهم جدا زي ما قلت لحضرتك لما تخش المطبخ تعيد هيكله الثلاجه قبل ما تفكري تشتري المشتريات بتاعتك. ارجوكي من فضلك. رؤيه فن ابداع، بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.